بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وأخواني زملائي في غرفة تجارة عمان في الهيئة العامة. اسمحوا لي في هذا الفيديو القصير لدقائق نتحدث من القلب إلى القلب. بداية اسمحوا تقبلوا اعتذاري أنا وزملائي في كتلة التاجر على عدم تمكننا من الوصول إلى جميع الأعضاء في مقر عملهم وشركاتهم للتواصل معهم والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم وعرض برنامجنا الانتخابي عليهم. الوقت كان ضيق، كان أملنا نوصل للجميع، واجبكم كبير فأرجو أن تقبلوا اعتذارنا عن هذا التقصير. موضوع الثاني نحكي فيه بعجالة عن موضوع اليوم اللي كلنا مستناه، يوم السبت القادم 12/1، انتخابات غرفة تجارة عمان، انتخاباتنا، بيتنا، بيت التجار اللي هو بحمينا ومظلتنا جميعا. في هذا التوقيت ما مر على الأردن وعلى التجار أصعب من هذه الأيام، لذلك هذه انتخابات مفصلية، هذه انتخابات تشكل نقطة تحول في حياتنا جميعا. ليش نقطة تحول؟ لأنه دور غرفة التجارة كبير، أكبر ما إحنا نتخيله. غرفة التجارة مش دورها فقط تعطينا شهادة انتساب عشان نرخص مهن، دور الغرف الأساسي أن تحفظ هيبة التاجر وتحفظ كرامته وتحمي حقوقه إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني. لا يعقل أن تقبل غرفة التجارة أن يكون التاجر حيط واطي. هناك تغول كبير من الحكومات المتعاقبة على القطاع التجاري، سواء بالتشريعات، سواء بالقوانين والأنظمة، التعليمات. نعهدكم أن نعيد فتح جميع القوانين بالتعاون مع السلطة التشريعية، قانون الملكية المستأجرين، قانون الضريبة، الجمارك، المواصفات، الغذاء والدواء، الضمان الاجتماعي، العمل. كل هذه القوانين اللي مرت دون أخذ رأي القطاع التجاري كما يجب، يجب أن يعاد مناقشتها. إحنا 9 أعضاء في الكتلة من 9 قطاعات مختلفة، عليها إجماع في قطاعاتها، كل واحد فينا خرج من رحم معاناة قطاعه. نعلم وجعكم ونعلم همومكم، هذه فرصة لن تتعوض التغيير. أتمنى منكم المشاركة واختيار من ترونه مناسبا، تختاروا الأجرأ والأصدق والقادر على خدمة التاجر وخدمة البلد والدفاع عنكم وحفظ كرامة التاجر وهيبة الغرفة. أتمنى منكم جميعا انتخاب كافة أعضاء الكتلة. ليش؟ عشان نقدر ننفذ ما وعدناكم فيه، وعشان تقدروا تحاسبونا. دون انتخاب كافة أعضاء الكتلة ما رح نقدر نحقق هذا الميثاق واللي وعدناكم فيه، وعشان همنا واحد، بيكون صوتنا واحد. يوم السبت إن شاء الله موعدنا مع بعض، ويعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. يحطوا طبعكم نحن كتلة التاجر.